سياسة التقارب وتطبيع العلاقات مسلسل تصاعدي. لم نصل بعد إلى نهاية المحطة. استطعنا أن نحقق في الآونة الأخيرة خطوات مهمة، من بين تجلياتها هذه الزيارة، وما نتج عن هذه الزيارة على المستوى سواء توقيع اتفاقيات، اتفاقية تعاون بين كل من وكالة المغرب العربي للأنباء ووكالة الأنباء الجزائرية، على المستوى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصال الجزائرية ووزارة الاتصال المغربية، على مستوى اتفاق على تشجيع إطلاق منتدى مغربي جزائري للصحفيين، على مستوى اتفاق على بدء التفكير فيما يخص اتفاق تعاون يهم المجال الإذاعي والتلفزيوني. قضية فتح الحدود مسألة تحتاج إلى تعميق وإلى مدارسة، وهذه القضية هي قضية سيادية للجزائر. لا يمكن أن نتحدث عن زمن محدد، لكن أحيل على ما قال السيد وزير الخارجية الجزائري بأن قرار إغلاق الحدود ليس قرارا لا رجعة فيه، لكن ينبغي التحضير جيدا له. هذا أمر مطروح وسيأخذ الوقت اللازم الذي يحتاجه من أجل معالجة سليمة وشمولية.